السلام عليكم، أهلا بكم في محاضرة الـ Accounting Problem، المحاضرة التانية في الفرقة التالتة شعبة اللغة. احنا كنا خدنا الأسبوع اللي فات شابتر 7 اللي بيتكلم عن الـ Cash and Receivables. خدنا جزء صغير في الشابتر بيتكلم عن الـ Cash والـ Cash Equivalent. قبل ما نبدأ في الجزء الجديد هنراجع سريعا اللي احنا خدناه في المحاضرة اللي فاتت. كنا خدنا المحاضرة اللي فاتت ان احنا هنتكلم عن الكاش والاكونتس ريسيفابل والنوتس ريسيفابل، وبعدين هناخد سبيشال ايشوز على كل واحدة فيهم. بدأنا اول حاجة بالكاش، قلنا ان الكاش عبارة عن فاينانشال اسيت وفي نفس الوقت هو فاينانشال انسترومنت. فاينانشال اسيت يعني اصل مالي، يعني فيه سيولة اقدر ان انا اصرف منه يعني، وفي نفس الوقت هو فاينانشال انسترومنت اداة مالية. ايه يعني كلمة financial instrument؟ قلنا هو عبارة عن any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity interest of another entity. يبقى الأداة المالية هي عبارة عن عقد بيعطي الحق في الحصول على أصل مالي للوحدة أو على التزام مالي أو على حق ملكية. قلنا بعد كده ايه المقصود بالكاش. الكاش هو الموست ليكويد اسيت، هو اكبر اصل لخاصية السيولة، يعني متاح في اي وقت. الستاندر ميديم اوف اكستشينج هو الاسلوب المعياري للعمليات المبادلة اللي انا ببيع واشتري بيه، يعني بيز فور ميجرينج اند اكاونتينج فور اول اذر ايتمز، هو الاساس اللي انا بقيس بيه وبحاسب بيه كل العناصر الاخرى، وبيعتبر ضمن الكرنت اسيت ضمن الاصول المتداوله. الامثله عليه الكوين والكرنسي والافيلبل فاندز اون ديبوزيت والماني اوردر والسيرتيفايد تشيكس، كل دي بنعتبرها ضمن الكاش. قلنا ان الجديد عندنا في الشابتر ده احنا بنتكلم عن حاجه اسمها الكاش ايكويفالنت او ما يعادل النقديه. ما يعادل النقديه المقصود بها ايه؟ ان انا في عندي بعض الاستثمارات اللي انا ممكن احولها الى نقديه في فتره قصيره دلوقتي، فبعتبرها من ضمن النقدين. يبقى هي عبارة عن short term highly liquid investment that are both ready to convert to cash، جاهزة أو من السهولة إن أنا أحولها إلى نقدين. And sooner their maturity that they present in significant risk of a change in interest rate. والشرط الثاني إن هي مدة الاستحقاق بتاعتها بتكون قصيرة بدون اي مخاطر او تغيير في معدل الفايدة عليه. هنشوف بعد كده ان هو حدد المدة دي بثلاث شهور، ان انا فترة الاستحقاق بتاعتها هتكون خلال ثلاث شهور، وبالتالي ما يكونش في عندي مخاطرة في ان انا ما اقدرش احصل عليه. الامثلة عليها قلنا التريجري بيلز اللي هي اذون الخزانة والكوميرشال بيبر الاوراق التجارية والماني ماركت فاندز اللي هي الاسهم او الاستثمارات في الاوراق الماليه. قلنا في عندي حاجه اسمها الريستريكتد كاش او الكاش المقيد او النقديه المقيده. ايه معنى كلمه ريستريكت؟ يعني انا ما اقدرش اصرف من الفلوس ديت، عليها قيد، ما اقدرش اصرفها الا في حاجه محدده. بيقول لي هو الماتيريال ان اماونت سيجريجيت ريستريكت كاش فروم ريجولار كاش. انا بفصل ما بين الكاش العادي والكاش المقيد. مقيد يعني ايه؟ يعني هو محدد الانفاق، انا متحدد لي الفلوس دي هتتصرف في ايه. يعني لو انا عندي رصيد في البنك الشركه شايلاه عشان تعمل توسعات في المستقبل، يبقى انا كاني ما عنديش فلوس، الفلوس دي مش هتصرف غير في التوسعات دي بس. طيب الكاش في الحاله دي هتحسب كارنت اسيتس ولا نون كارنت اسيتس؟ ممكن يبقى كارنت اسيت، ممكن يبقى نون كارنت اسيت، حسب هو ريستريكت على ايه. فممكن يبقى ريستريكت على بلانت اكسبنيشن، على ريتيرمنت اوف لونج تيرم ديبت، على الكومبنسيشن بالانس. المهم ان انا ما اقدرش اصرف عليه، اصرف منه. طيب لو الريستريكت ده اتلغى في اي وقت، يعني انا كنت ناوي اعمل توسعات والشركه قررت انها تلغي التوسعات، ايه بقى؟ اتحول لكاش عادي خالص. ده كان اخر حاجه خدناها المحاضره اللي فاتت. هنكمل بقى. عندنا حاجه اسمها البنك اوفر درافت. يعني ايه بنك اوفر درافت؟ احنا بنقول عليها بنك سحب عن مكشوف. يعني ايه برضه بنك سحب عن مكشوف؟ يعني ان انا بصرف
برصيد أكبر من الرصيد المتاح ليا في البنك. يعني لو أنا الرصيد بتاعي في البنك مثلا 100,000 جنيه، الشركة طلعت شيكات ب150,000 جنيه، فال50,000 الزيادة دولت بنقول عليهم إن دولت سحب على المكشوف، إن أنا ما عنديش رصيد أصلا أصرف عليه. طيب هل البنك هيصرف الشيكات ديت وهو ما عندوش رصيد؟ طبعا بيبقى واخد ضمانات على الشركة عشان يقدر يصرف، أو بعد كده بترتد الشيكات دي تاني على إن أنت مفيش عندك رصيد في البنك. يبقى ده بيحصل امتى؟ When a company write a check for more than the amount and its cash amount. كتبت شيكات بقيمة أكبر من قيمة الرصيد المتاح ليها في البنك. عادة ده بيتسجل ك current liabilities، ده التزام على الشركة للبنك، إن البنك دفع لك فلوس وأنت أصلا ما عندكش رصيد في البنك. عادة بيبقى موجود في البنك رصيد تاني للشركة. بتعمل اوفست. اوفست يعني ايه؟ بتعمل مقصة ما بين الحساب اللي انا سحبت منه اكبر من قيمته وتاخد من الحساب التاني تسد بيه. يعني بتعمل اوفست اجينست كاش اكاونت اونلي، يعني بتعمل المقصة دي امتى؟ وين افيلابل كاش از بريزنت ان انذر اكاونت، عندي حساب تاني موجود في البنك ان ذا سيم بانك اون ويتش ذا اوفر درافت اكيور. يبقى انا عندي حسابين، حساب عملت بيه سحب على المكشوف وبالتالي الرصيد بتاعي بقى ممكن نقول بالسالب يعني، وحساب تاني موجود فيه رصيد فبياخد من ده يحطه في ده. طيب لو جينا بصينا كده على البنود اللي ممكن تظهر عندي وتعتبر كاش او ريليتد تو كاش او نعتبرها ضمن الكاش يعني او كاش اكويفالنت. طبعا اول حاجه عندنا الكاش، وبيتصنف على انه كاش. امتى اعتبره كاش؟ if unrestricted، يعني لو كان مفيش عليه قيود هيعتبر او هيسجل عندي كاش. طب لو كان restricted identify and classified as current and non-current assets، حسب هو restricted على ايه، يا اما هيعتبر current يا اما هيعتبر non-current assets. طيب عندنا حاجة تانية اسمها البيتي كاش اند تشينج فاندز، اللي هي بيقول عليها المصروفات المصرية، صندوق المصروفات المصرية. المصروفات المصرية دي عبارة عن مبلغ صغير بيتحط في عقدة واحد من الموظفين بيصرف منه على المصروفات الصغيرة أو الحاجات اللي مبلغها صغير، وكل ما بيصرف مبلغ بيتحط له غيره تاني بحيث يفضل الرصيد بتاعه زي ما هو. ده برضه يعتبر عندي ضمن الكاش وبيتسجل معاه أو في بند الكاش. الشورت تيرم بيبر، إيه الأوراق التجارية قصيرة المدى أو قصيرة الأجل، دي إحنا بنقول عليها كاش إكويفالنت، ما يعادل النقدية، وهي عبارة عن investment with maturity of less than 3 months. يبقى هي استثمارات مدتها أو تاريخ استحقاقها أقل من 3 شهور، وعادة combined with cash بيتجمع مع النقدية. الـ short term paper اللي هي short term investment الاستثمارات قصيرة الأجل برضه بتبقى عبارة عن investment with maturity from 3 to 12 months. استثمارات في فترة ما بين 3 و 12 شهر. ال بوست ديت شيكس اللي هي الشيكات المحددة التاريخ او اللي بنقول عليها الشيكات المقدمة، يعني هتدفعها على حاجة مقدم، دي بتعتبر عندي ريسيفابلز، و يعتبر القيمة بتاعتها انها محصلة assumed to be collected، ان انا مفيش عندي مشاكل في تحصيلها. الترافل ادفانسد ادفانسز اللي هي المصروفات الانتقال المقدمه برضه ريسيفابلز، وبرضه assumed to be collected from employee. البوستاج اون هاند اللي هي الستامبس اللي هي طابع البوسطه، المفروض بيبقى عندي موظف الخزنه عنده كميه من الطوابع محدده القيمه والرصيد، دي بتعتبر prepaid expense وممكن تتصنف على انها اوفيس سبلايز او انفنتوري. البنك اوفر درافت اللي احنا لسه قايلين البنك سحب على المكشوف ضمن الكاش، اذا كان ما فيش عليه رصيد تاني في البنك، يعني ما فيش عندي اوفست الاود، ما فيش عندي حاجه مقصه هتتعمل عليه، هيعتبر كارنت ليابيليتيز. الكومبوزيشن بالانس اللي هو حسابات التسويه اللي انا بصفي بقى الرصيد بتاعي في البنك في نهايه السنه، بيبقى ده cash separately classified as a deposit maintained as a compensation balance، وبيتصنف بعد كده as current or non-current assets in the statement of financial position. نيجي كده ناخد كل جزئية من اللي احنا قلناها دي كده بالتفصيل.
اول حاجه لو اتكلمنا على الكاش، الكاش هيشتمل على 3 حاجات اساسيه. اول حاجه الكرنسي اند كوينز اللي هي العمله او النقديه. تاني حاجه البالانس ان تشيك اكاونتس اللي هي الحسابات اللي مفتوحه في البنوك. الايتيمز فور ديبوزيت اللي هي المبالغ المودعه لدى الشركه، such as check and money orders from customers اللي هي الشيكات المودعه لدى الشركه واوامر العملاء. الكاش equivalent اللي هي ما يعادل بقى النقديه، قلنا انها بتبقى شورت تيرم مده قصيره، هايلي ليكويد يعني قابله للتحويل الى النقديه في بسهوله، ريدلي تو كونفيرت تو كاش زي الماني ماركت فاندز، قلنا الاستثمارات في اوراق ماليه، التريجري بيل اللي هي اذون الخزانه. قلنا يعني ايه اذون خزانه؟ هي عباره عن سندات بتصدرها الدوله عاده مدتها لا تزيد عن 3 شهور. الكوميرشال بيبر اللي هي الاوراق التجاريه. وطبعا هنا بيبقى الشرط فيها ان يبقى ايزلي كونفيرتد انتو انون اماونت اوف كاش، يعني بتتحول لنقديه بقيمه محدده معروفه. كلوز تو ماتيوريتي، مده الاستحقاق بتاعتها قصيره. نوت سنسيتيفيتي تو انترست ريت تشينج، المده بتاعتها تبقى صغيره لدرجه ان هي تبقى غير حساسه للتغيرات في سعر الفايده. طبعا سعر الفايده ما بيتغيرش على المدد القصيره، بيتغير على المدد الطويله. فلما يبقى عندي الورقه التجاريه دي مدتها من 3 شهور لسنه، فمش هتتاثر بتغيرات سعر الفايده، يعني انا ضامن مبلغ سعر الفايده وضامن قيمه الورقه نفسها. من الموضوعات المهمه بالنسبه للكاش، يمكن هي ما فيش عليها حاجه يعني عملي، ولكن الجزء ده هيبقى شغله اكتر في مادة الاوديت ان شاء الله في الترم الثاني، ان انت في عندك حاجة اسمها internal control، رقابة داخلية دايما عندك على بند الكاش. يعني ايه internal control؟ يعني في عندك اجراءات بتعملها الشركة علشان تتأكد من سلامة قيمة النقدية الموجودة عندها. طيب ليه بتعمل internal control؟ اول حاجة encourage adherence to company policies and procedures، تتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين الموجودة في الشركة أو تساعد على تطبيقها يعني. Promotes operational efficiency، بتساعد على الكفاءة التشغيل، يعني أتأكد إن أنا الإجراءات بتاعتي مطبقة بشكل سليم. Minimize error and theft، بتقلل من الأخطاء والسرقة. Enhance the reliability and accuracy of accounting data، بتعطي نوع من الموثوقية في البيانات الخاصة بالمحاسبة عن النقدية. طيب البروسيدر بتاع الانترنال كنترول او بتطبق ازاي على الكاش؟ الكاش عندي حاجة من اتنين، يا بتتصرف يا بتتقبض. يبقى انا عندي كاش ريسيتس وكاش ديسبيرسمنت. كاش ريسيتس هي عبارة عن المتحصلات النقدية. طيب المتحصلات النقدية هعمل لها انترنال كنترول ازاي؟ اول حاجة بقول لي سيبريت ريسبونسابيلتي فور ريسيفنج كاش، ريكوردنج كاش ترانزاكشن اند ريكونسيل كاش بالانس. يبقى انا هفصل ما بين المسؤوليات او الاشخاص المسؤولين عن تحصيل النقديه وتسجيلها وتسويه الارصده بتاعتها. يعني ايه برضه؟ يعني بقول ان لو كان في عندي موظف واحد هو اللي بيقبض النقديه ديت، وهو اللي بيسجلها في الدفاتر، وهو اللي بيسوي الارصده بتاعتها في نهايه المده، فده ممكن يعمل لي مشكله ان ممكن يحصل نقدية ما يسجلهاش، وبالتالي ما تظهرش عندي اصلا في الدفاتر، محدش هيقدر يكتشفها. فانا بفصل بقى، يبقى في واحد مسؤول عن ان هو يسجل، واحد يقبض، واحد يسوي الحسابات. يبقى انا بعمل سيبريت ريسبونسابيلتي، فصل بين الوظائف. تاني حاجة ماتش ذا اماونت اوف كاش ريسيفد وذا اماونت اوف كاش ديبوزيت، بعمل دايما مقابلة ما بين المتحصلات النقدية او ما تم تحصيله والايداعات النقديه، انت الفلوس اللي انت بتحصلها بتروح تحطها في البنك، فبيجي لك كشف حساب من البنك. تطبق ما بين كشف حساب البنك وفلوس اللي انت حصلتها. اخر حاجه كلوز سوبرفيجن اوف كاش هاندلنج اند كاش ريكوردنج اكتيفيتيز، يبقى في عندي رقابه على النقديه المتاحه والنقديه المسجله. الفلوس اللي باقيه معاك كام؟ اللي متسجل عندي كام؟ المفروض ان اللي مسجل عندي في الدفاتر يساوي الرصيد الموجود عندي في
خزينة الشركة أو في البنك. ده بالنسبة للكاش ريسيتس. طب الكاش ديسبيرسمنت بقى اللي هيدفع، أول حاجة بيقول لي اول ديسبيرسمنت اكسبت بيت كاش ميد باي شيك، جميع المدفوعات النقدية تتسجل بشيكات أو تتسدد بشيكات ما عدا بيت كاش اللي احنا قلنا عليها المصروفات النثرية اللي بتبقى مبالغها صغيرة. طب ليه بيسجلها بشيكات؟ لأن أنا عندي الشيك هيبقى مظبوط عليه المبلغ، هيروح البنك هيتثبت عند البنك، ولما يتصرف هيبعت لي بعد كده البنك كشف الحساب متسجلة فيه، ففي عندي رقابة على المصروفات بالشكل ده. تاني حاجة سيبريت ريسبونسابيلتي فور كاش ديسبيرسمنت، زي ما احنا عملنا سيبريت ريسبونسابيلتي على الكاش ريسيتس هعمل برضه سيبريت ريسبونسابيلتي على الكاش ديسبيرسمنت. هفصل بين مين بقى؟ الدوكيومنتس المستندات اللي انا هاخدها او هصرف على اساسها يبقى مسؤول عنها موظف. الشيك الشيك اوثورايزيشن المسؤول عن صرف الشيكات او التوقيع على الشيكات، شيك سايننج المسؤول عن التوقيع والمسؤول عن اصدار الشيكات، والريكورد كيبنج اللي هو هيسجل الشيكات دي. يبقى انا كده فصلت بين الوظائف المسؤولين عن السداد النقدي. اخر حاجه شيكس شود بي سايند اونلي باي اوثرايزد انديفيدوالز، ان انا يكون عندي الشخص اللي هيوقع الشيكات ده يكون معروف ومحدد وهو بس اللي ليه الحق ان هو يوقع على الشيكات. شوف بقى مثال عملي على الجزء اللي احنا خدناه. هنبص الاول نشوف ايه الريكوايرد هنا. اول حاجه بيقول لي ديترماين ذا كوريكت بالانس اوف كاش اند كاش ايكويفالنت تو بي ريبورتد ان ذا كارنت اسيت سيكشن اوف ذا 2030 ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن. عايزني احدد له الرصيد النقديه وما يعادل النقديه اللي هيظهر عندي في الكارنت اسيتس في قائمة الفاينانشال بوزيشن في 2013، ده المطلوب الأولاني. يبقى عايزنا يقول لي من ضمن من البنود اللي فاتت دي كلها ايه اللي هيظهر عندي ضمن الكاش وايه اللي مش هيظهر عندي ضمن الكاش أو هيظهر ضمن الكاش إيكويفالنت. رقم 2 بيقول لي فور ايتش اوف ذا ايتمز نوت انكلودد ان يور انسر ان ريكوايرمنت 1 اكسبلين ذا كوريكت كلاسيفيكيشن اوف ذا ايتم. كل واحدة مش هتظهر عندك ضمن النقدية أو ما يعادلها اشرح ليه وهتتصنف ازاي او هتتعالج ازاي. طيب هنشوف بقى البنود اللي هو مديها لنا ايه وبعدين نبدا نشوف الحل بتاعها ازاي. بيقول لي ذا كنترولر اوف ذا ريد وينج كمباني از ان ذا بروسيس اوف بريبيرنج ذا كمبانيز 2013 فاينانشال ستيتمنت شي از تراينج تو ديترماين ذا كوريكت بالانس اوف كاش اند كاش ايكويفالنت. هم دلوقتي بيعملوا القوائم الماليه للشركه في سنه 2013 وعايزين يحددوا الرصيد الصحيح للكاش والكاش equivalent to be reported as current asset in the financial position. ايه بقى البيانات المتاحة عندي؟ اول حاجة بيقول لي balance in the company accounts at First National Bank. الرصيد المتاح ليا في National Bank كان عبارة عن شيكات 13500، savings مدخرات 22100، ده اول حاجة. طيب رقم 2 on deposits customer check، كان في عندي شيكات للعملاء، شيكات مودعة للعملاء ب 5200. رقم C currency and coins on hand، النقدية أو العملة المتاحة كانت ب 580. رقم D saving account at the East Pay Bank with a balance، الرصيد اللي كان موجود عندي في East Pay Bank كان ب 400,000. This account is being used to accumulate cash for future planned expansion. يبقى هو هنا عندي رصيد موجود في بنك East Bay Bank، الفلوس ديت محطوطة بهدف ان هو هيعمل توسعات في المستقبل. احنا قلنا دي بنسميها ايه؟ بنقول ديت عبارة عن restricted على الكاش، الكاش هنا مقيد بتوسعات مستقبلية. شوف الكلام ده برضه هيبقى في الكاش ولا مش في الكاش. رقم ايه عندي 20,000 in checking account، شيكات حسابات شيكات في East Bay Bank.
في ايست باي بنك. ذا بالانس ان ذا اكونت ريبريزنت 20% كومبنسيشن بالانس. ال 20,000 دولار كانوا محطوطين عندي كتأمين لمبلغ 100,000 دولار قرض، يبقى كنت واخد من البنك ده قرض ب 100,000 وكان واخد مني 20% تأمين ليه. Red Wing may not withdraw the fund until the loan is due في 2016. بيقول لي ان هو مش هيقدر يسحب ال 20,000 دولار لحد ما يسدد القرض عليه اللي هو ال 100,000 في سنة 2016. يبقى برضه ال 20 دولار مقيدين. طيب رقم اف Government Bond، في عندي سندات حكومية 2 months maturity bond total. عندي السندات دي مدتها شهرين، الإجمالي بتاعها 15,000، وفي عندي 7 months bond سندات قيمة مدتها 7 شهور بقيمة 20,000. دي البنود اللي موجودة عندي اللي عايزين نقسمها على الكاش والكاش equivalent. أول حاجة عندي البالانس ان شيك اكونت كانت عندي ب 13,500، دي عندي ضمن البالانس بتاع الكاش. البالانس ان سيفنج اكونت 22,100، يبقى انا عندي هنا اهوت رقم ايه، كان عندي 13,500 شيكات وعندي 22,100 سيفنجز، الاثنين دولت موجودين عندي ضمن الكاش. طيب كان عندي في رقم بي الاندوزد كاستمر شيك، الشيكات اللي محطوطه او مودعه لحسابات العملاء 5,200، برضه موجوده عندي ضمن الكاش. عندي بعد كده الكرنسي والكوينز اللي هي النقديه المتاحه كانت ب 580. طيب كان عندي بعد كده في رقم دي لو بصينا تاني سيفنج اكاونت بتاع ايست باي بنك، وقلنا ان 400,000 دولار ريستريكتد على بلانت اكسبنيشن، ان انا مش هقدر اصرفهم غير على توسعات للشركة. طيب ده يعتبر عندي ضمن الكاش ولا لا؟ طبعا ده لا يعتبر ضمن الكاش، اللي هي موجودة عندي ديت هتبقى ديت في required to 400,000 دولار will be used in future plant examination and therefore should be classified as ايه بقى؟ non-current assets في الاصول الاخرى، لان انا هنا شايلها عشان اعمل بيها توسعات. طيب كان عندي برضو في رقم اي ال 200,000 اللي كانوا ال 20,000 اللي كانوا محطوطين وديعه مقابل القرض اللي هو ب 100,000 دولار، ومش هيقدروا يصرفوهم غير بعد ما يسدد القرض اللي عليه، برضه ده ريستريكتد، يبقى ده برضه مش هيخش معايا ضمن الكاش ولكنه هيتعالج برضه ضمن النون كارنت اسيتس. بعد كده عندي رقم اف، في عندي حاجتين، في عندي بوندز مدتها 2 مانس وبوندز مدتها 7 مانس. اللي مدتها 2 مانس ديت هتتحط عندي ضمن الكاش، اللي مدتها 7 مانس التريجي بيل بتاعتها شود بي كلاسيفايد از كارنت اسيتس لونج ويز اذر تمبرري انفستمنت، دي مش هتعتبر عندي ضمن النقديه او الكاش او الكاش ايكوفلنت. يبقى انا كده الاجمالي اللي هيتحط عندي كرصيد للنقديه او ما يعادلها، الارصده اللي موجوده في البنوك ومفيش عليها قيد، المدخرات، الشيكات، النقدية المتاحة، التريجري بيل اللي هي مدتها 3 شهور فأقل. كده يبقى احنا الجزء بتاع الكاش مش مطلوب منك غير انك تعرف ازاي تصنف الحسابات اللي عندك على الكاش والكاش equivalent. طيب الموضوع التاني في الشابتر ده بيتكلم على الاكاونتس ريسيفابل او حسابات العملاء. مين هم الريسيفابلز؟ بودي ريسيفابلز ار كليمد هيلد اجينست كاستمر اند اذر فور ماني جودز اور سيرفيس، هو عباره عن مبالغ مستحقه على العملاء مقابل نقديه او بضاعه او خدمات. طيب في المقابل بقى هم خدوا مني الحاجات دي، انا باخد مقابلها ايه؟ يا اما باخد اورال بروميشن اوف ذا بيرشيس تو باي فور ذا جودز اند سيرفيس سولد، يعني وعد كده شفوي ان هو هيدفع الفلوس اللي عليه لما تنطلب منه، او written permission promises او وعد مكتوب to pay some of money on a specific future date في موعد محدد، يبقى انا باخد منه حاجه مكتوبه كده بتقول ان هو هيدفع الفلوس اللي عليه ديت في تاريخ محدد اللي احنا بنقول عليها
الكمبيالة أو ورقة القبض. فإذا كان الاتفاق ده اتفاق شفوي، يعني أنت قلت له هتدفع اللي عليك بكرة مثلا بعده أو خلال مدة معينة، يبقى أنا كده بتكلم على الأكونتس ريسيفبل أو حسابات العملاء. إذا كنت واخد منه ورقة مكتوبة، يبقى أنا كده بتكلم على نوتس ريسيفبل أو أوراق القبض. لو بدأنا الأول بالأكونتس ريسيفبل، الأكونتس ريسيفبل ريزلت فروم ذا كريدت سيلز أوف جودز أور سيرفيس تو كاستمر، ببيع بضاعة أو بقدم خدمة على الحساب للعملاء. ففي المقابل بيبقى في عندي مبلغ مستحق ليا عند العميل ويتحط في حساب اسمه الاكونتس ريسيفبل. طيب الاكونتس ريسيفبل دي بتتسجل فين؟ كلاسيفايد از كارنت اسيت، بتتسجل ضمن الاصول المتداوله. ار ريكورد نت اوف تريد ديسكاونت، بتتسجل عاده بقيمتها بعد الخصم التجاري. ايه المقصود بالتريد ديسكاونت؟ تريد ديسكاونت او الخصم التجاري هو عباره عن ريدكشن فروم ذا ليست برايس، خصم على القيمه المسجله او السعر المسجل للسلعه. نوت ريكوجنايزد ان ذا اكونت ريكورد، ما بيتسجلش في السجلات المحاسبيه. كاستمرز ار بيلد نت اوف ديسكاونت، الفاتوره اللي بتطلع للعميل بتبقى بالقيمه الصافيه بعد الخصم. زي بالظبط كده لما تروح تشتري حاجه من محل بيقول لك ده عليها خصم مثلا 10%، لو هي 800 جنيه يبقى انت كده هتدفع فيها 90، يبقى انت المبلغ المستحق عليك 90. لما بتسجل الكلام ده في الدفاتر بتسجل ال 90، ما بتسجلش ال 100، لان ال 10 ده بيبقى خصم انت حصلت عليه، ويبقى القيمه بالنسبه لك المستحق عليك هي ال 90 بس. ده بنقول عليها تريد ديسكاونت. طيب في خصم تاني اسمه الكاش ديسكاونت او السيلز ديسكاونت، اللي هو الخصم النقدي او خصم المبيعات. الخصم النقدي او خصم المبيعات هو بنقول عليه احنا عاده خصم تعجيل دفع. يعني ايه خصم تعجيل دفع؟ يعني انا بشجع العميل بتاعي ان هو يدفع لي فلوس اللي عليه في مده معينه. inducement of for prompted payment، بشجعه ان هو يدفع المبالغ المستحقه عليه في وقت اقصر من اللي كان متسجل عندي عليه. يعني لو هو متفق معايا يدفع لي بعد شهر، قال والله لو انت دفعت لي بعد 10 ايام بس هدي لك خصم 2%، يبقى انا في الحاله ديت بشجعه ان هو يدفع. فلو دفع خلال المده المتفق عليها هياخد الخصم، ما دفعش خلال المدة المتفق عليها هيدفع المبلغ بالكامل ويخسر الخصم. طيب في الحالة ديت اما اجي اسجل هسجل ازاي؟ هسجل ان هو خد الخصم ولا هسجل ان هو ما خدهوش؟ في عندي طريقتين، طريقة اسمها كروس ميثود، طريقة اسمها نت ميثود. الطريقة الإجمالية، الطريقة الصافية. لو احنا خدنا كده أول حاجة مقارنة بين الجروس والنت. الجروس ميثود ريكورد ديسكاونت وين تيكن باي كاستمر، مش هتسجل الخصم الا لما يحصل عليه فعلا العميل، يعني لما يسدد فعلا في التاريخ المحدد للخصم. النت ميثود ريكورد ديسكاونت وين تيكن باي كاستمر، القيمه او الطريقه اللي هي بتسجل بالصافي، بتسجل لما العميل، بتسجل على ان العميل حصل على الخصم من الاول، لكن لما العميل ما يحصلش على الخصم بيظهر عندي ان الخصم ده لم يحصل عليه العميل. طيب يعني ايه برضه؟ لو جينا عملنا مقارنه كده بين الطريقتين، الجروس ميثود لما تيجي تسجل الريفينيو، ريكورد ريفينيو ات جروس اماونت اوف سيلز، احنا زي ما قلنا المثال بتاعنا انا عندي حاجه ثمنها 100 جنيه، هسدد ال 100 جنيه دولت بعد 30 يوم، قال لي لو انت هتدفعها خلال 10 ايام مثلا هدي لك خصم 10%، يعني هتدفع 90 جنيه بس لو انت سددت الفلوس دي خلال 10 ايام. لو انا بسجل بالجروس ميثود يبقى انا هاجي في تاريخ البيع ده هسجل ان انا في عندي السيلز بال 100 والريفينيو ب 100، يبقى انا سجلت بالقيمه الاجماليه على ان هو ما خدش الخصم. طيب بعد كده بيقول لي وين كاستمر تيكس ذا ديسكاونت ريكورد كاش ديسكاونت، لما الراجل ده يسدد خلال ال 10 ايام يبقى انا في الحاله ديت المبلغ اللي هيدفعه لي 90، يبقى انا هاجي اسجل عندي ان الكاش دخل لي 90 وان الباقي ده عباره عن الكاش ديسكاونت 10، ويبقى الاجمالي ده جاي لي منين؟ جاي لي من الاكونتس ريسيفبل اللي هي كانوا مستحق عليهم 100,000 100 جنيه. لما ما يسجلش في او ما يسددش في ميعاده يبقى انا هسجل بس هم ال 100 اللي انا حصلته.
يبقى معنى كده ان الكاش ديسكاونت ريديوس الجروس سيلز ريفينيو، هيقلل من اجمالي المبيعات. طيب النت ميثود بقى ريكورد ريفينيو ات سيلز ات جروس اماونت اوف سيلز ليس كاش ديسكاونت، يعني في تاريخ البيع هيسجل من الاول ان الراجل ده هيدفع لي 90، ان هو هيسجل خلال 10 ايام. يبقى انا هسجل من الاول ب 90، هسجل سيلز وكونسل سيلز ب 90. طيب افرض هو سدد في نفس الميعاد مفيش عندي مشكله، يبقى هيبقى عندي القيد بتاعي هيبقى الكاش والكونسل سيلز. طيب الكاستمر بتاعي ده ما سددش في مده ال 10 ايام، فورفيت ديسكاونت، ضيع منه الخصم ده، يبقى انا هسجل هنا في الحاله دي الديسكاونت واقول عليه ديسكاونت نوت تيكن، خصم لم يحصل عليه العميل. وفي الحاله دي بيتسجل عندي الديسكاونت على انه اذر ريفينيو او ايرادات اخرى. طيب نشوف الكلام ده بقى في حاله عمليه. بيقول لي هنا انا عندي السيلز كانت ب 10000 دولار، الترمز او الشروط بتاعتي كانت 2% اذا سدد خلال 10 ايام او القيمه الاجماليه خلال 30 يوم. طيب لو انا بسجل بيه النت ميثود، النت ميثود بتقول لي ايه؟ من الاول هعتبر ان هو خد الخصم، يبقى مش هسجل بقى بال 10000، احنا هسجل بال 10000 بعد الخصم. طيب الخصم 2%، 2% في 10000 يعني 200 جنيه. يبقى انا هسجل ان هو هيدفع القيمه بعد خصم ال 200 جنيه، يبقى انا هسجل 9800. يبقى 9800 دولت هيبقى عندي الاكونت ريسيفبل والسيلز ب 9800. يبقى انا هنا اعترفت بقيمه الخصم من الاول انه هياخدها. طيب جه بعد كده قال لي بيمنت هيدفع 4000 اوف سيلز ريسيفد وزن ديسكاونت بيه. دفع من ال 10000 دولت 4000 خلال المده اللي احنا متفقين عليها خلال ال 10 ايام. يبقى معنى كده هو هيدفع لي 4000 وهيدفع ولا هيدفع لي القيمه برضه بعد الخصم، انا من الاول ما كنتش مسجل القيمه الاجماليه. يبقى معنى كده هيجي يسجل هنا ال 4000 اللي انا هاخدها، مش 4000 بقى، هخصم منها برضه ال 2%، 2% هنا بكام؟ ب 80. يبقى انا كده اللي هيخش لي الكاش 3920. الفرق ده راح فين؟ انا خصمه اصلا من الاول وانا بحسب عمليه المبيعات اللي موجوده عندي، يبقى معنى كده اللي ما هيدفع فلوس برضه هتبقى مخصومه منه. ليه حساب الاكونتس ريسيفبل؟ طيب في بعد كده 6000 هيدفعهم بعد الديسكاونت بيريود، بعد فتره الخصم. طيب هيسجل بقى ال 6000 دولت ازاي؟ هيبقى عندي المبلغ بتاعي ال 6000 هيدفعوا المره دي بالكامل. طب ده انا كنت حاسب له قبل كده عليهم فوائد، طب هو مش هياخد الفوائد دي، يبقى لازم ارد قيمه الفايده دي قيمه الديسكاونت ده تاني. طيب الديسكاونت اللي على ال 6000 كام؟ 2%، يبقى 120. يبقى انا هرجع تاني ازود الاكونتس ريسيفبل بال 120، يبقى انا رجعتهم تاني زودتهم عليه. والكريدت بتاعي هيبقى السيلز ديسكاونت فورفيت اللي هي الخصم بتاع المبيعات الذي لم يحصل عليه العميل. يبقى انا كده ثبت ان انا في عندي خصم ما خدوش العميل، وفي نفس الوقت زودت قيمه الاكونتس ريسيفبل بال 120. وبعدين اسجل بقى القيد ان انا حصلت ال 6000 كلهم كاش وحساب الاكونتس ريسيفبل ب 6000. يبقى ده في النت ميثود ما ظهرش عندي حاجه عن الديسكاونت الا لما مده الخصم فاتت، وبالتالي هيظهر ان الخصم ده غير مكتسب لم يحصل عليه العميل. طيب لو انا بشتغل بقى بالجروس ميثود، الجروس ميثود بتقول لي سجل القيمه بالكامل، ولما يبقى يسدد في ميعاده يبقى احسب له الديسكاونت. يبقى انا لما اجي اسجل السيلز، يبقى انا عندي اكونتس ريسيفبل بال 10000 والسيلز ب 10000 اللي هي القيمة الإجمالية، ما خدتش في حسابي خالص الخصم. طب لما يجي يسجل بقى يسدد ال 4000 في مدة الخصم، هياخد الخصم بتاعه، يبقى أنا هيسجل عندي في الكاش كام؟ 3920 اللي هي القيمة بعد الخصم زي الموجودة عندي هنا اهي. ولكن هيظهر عندي هنا بقى الحساب بتاع السيلز ديسكاونت اللي هم ال 4000 في 2% ب 80 جنيه. الإجمالي ده كله يتخصم من قيمة الأكونت ريسيفبل ب 4000 جنيه. ويبقى كده فعلا بقى عليه كام؟ 6000. طيب ال 6000 دفعهم امتى بقى؟ بعد فتره الخصم. يبقى مش هيظهر عندي هنا في الجروس ميثود اي سيره للخصم، الخصم مش هيظهر غير امتى؟ في فتره الخصم. يبقى هيسد ال 6000، يبقى كاش ب 6000 واكونتس ريسيفبل ب 6000.
هنخلي بقى التمرين التاني ده لما نتقابل عشان نراجع تاني على اللي فات على نفس الموضوع برضه لما بنسجل بالجروس ميثود والنت ميثود، ونشوفكم إن شاء الله المحاضرة القادمة، وشكرا.